fly over that rainbow so high. My dream is to fly over that rainbow so high. صباح الخير. انا سالي الجندي مؤسسه اليكس سكوتر اكاديمي. احنا بنقول ان كل مشكله وليها حل. ايه ممكن المشاكل اللي تحليها بالسكوتر؟ انت عشان تحلي مشاكلك تحلي مشاكل ازمه المواصلات، تحلي مشاكل ازاي توصلي ولادك التمرين او المدرسه، لازم تركبي سكوتر. احنا عندنا اكاديميه بنعلم فيها البنات ازاي يركبوا سكوتر، وبنعلمهم مخاطر الطريق ازاي تفادوها. فكمبليتلي احنا ما عندناش اي مشكله في السواقه. بنسوق بقى لنا اكتر من 5 سنين. الدنيا سيف جدا، موجوده في الطريق، ما فيش اي قلق. مع التعليم ومع حفظك للطريق بتقدري تمشي بمنتهى السلاسه، ما حدش بيضايقك، ما فيش معاكسات. احنا دلوقتي بنصور عند مكتبه اسكندريه، احدى معالم الثقافيه المشهوره جدا في اسكندريه وليها تاريخ عظيم جدا. زي ما انتم شايفين العربيات معديه، ما فيش اي مشكله خالص. هنحاول ناخد لفه اكبر في الطريق عشان نثبت للناس ان ما فيش قلق علينا. اسكندريه دلوقتي فيها اكبر مجموعه بنات سايقه سكوتر في مصر. بالنسبه للاهالي في البيت ما تقلقوش على بناتكم، بالعكس انتوا لازم تشجعوهم. ما تقلقش على بنتك لما تركب السكوتر الخاص بتاعها، احسن ما تركب تاكسي او اتوبيس او اي حد يضايقها في الشارع. يلا بينا نكمل المشوار. Thank you.
احنا بنصور دلوقتي من جنب القلعة اشهر معالم اسكندرية السياحية. منطقة بحري اكتر منطقة شعبية في اسكندرية. تقريبا يمكن كان باين من الفيديو ان مفيش اي حد ضايقني في الطريق، ولا في عربية كسرت عليا، ولا في اي حد عاكسني. اسكندرية جميلة جدا، سواقة الاسكوتر فيها حلوة جدا. بنحاول نعمل حاجة جديدة وبنخرج بيها اوت اوف ذا بوكس. رياضة ممتعة جدا، وفي نفس الوقت وسيلة مواصلات سهلة جدا. يا ريت فعلا كل البنات تسوق سكوتر، تقدري تتحركي بيه في اي مكان انت عايزاه. المشوار اللي هتاخديه في ساعه ونص او ساعتين دلوقتي بالعربيه هتاخديه بالظبط في 10 دقائق. بنزينك ارخص، جهدك اقل، الطاقه عندك اوفر بكتير. مصر جميله قوي يا جماعه، بس نحافظ عليها. And for the outsiders, we are completely safe in Egypt, so please come visit us.